تيست ويخليونا كارونتين في بلادنا ما يدخلوناش لمدينتنا، يخليونا في شي جبل، يخليونا في شي واد، يديروا لنا كيطون ويخليونا بوحدنا، بصح يدخلونا ما يخلوناش هنا مليوحين. ما كاين اللي كيتجاوب معانا، ما كاين فلوس، الناس ما عندهاش الفلوس، ما جايين شادين لوطيلات، ما بقاوش كيقبلوا لوطيلات. اسبانيا شدت حتى هي كل الحدود الاوروبيه، دوكا شنو غادي نديروا حنايا؟ حنا كنطالبوا سيدنا يشوف لنا حل، كيف ما سد الحدود وسد علينا حنايا اللي جينا غير ضياف، يشوف لنا حل حنا بالضبط، يشوف لنا حل حنايا، يشوف يدخلنا بحال يدخلوا الناس ديال الشينوا، يدخلنا حتى حنايا. حنا كنطالبوا كناشدوا سيدنا، الله يرحم لك الوالدين، ما تخليناش هنا مليوحين، ما الا خفتي علينا حنا نعاديو لك الشعب ديالك ليه؟ حنا رحنا منهم وغنخافوا على الشعب ديالنا. حطنا في الجبل ديال طنجه، حطنا في الجبل ديال طرفايا، حطنا في الجبل اللي بغيتي، بصح خلينا خلينا ندقلو، ما تخليناش مليوحين هنا. الجوع، ما كاينش الفلوس، ما كاينش فين نسكنو، ما كاينش اللي بغى يستقبلنا، ما كاينش اللي بغى يهضر معانا. الله يخليكم، حنا هنا المغاربه شوفوا من حالنا وبارطاجيو هذا الميساج. انا سوميه من المغرب من الدار البيضاء. الدنيا تصيفطو في الفيسبوك تصيفطو. يلا اخويا قول لنا شنو هو الشيء؟